هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زلة. طبعا في مقطع اليوم راح نستكمل سلسلة جلتشات التيك توك، واليوم عندنا مجموعة من الجلتشات المتخلفة عن جي تي اي في وجي تي اي اونلاين. اذا كان عندكم جلتشات تبغون تشوفونها في حلقات قادمة، منشنوني عليها في حسابي على التيك توك وظاهر لكم الان. اما الان اربطوا الاحزمة وخلونا نخش سويا في المقطع. اول فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وصاحبه يقول دق على هذا الرقم 550142 وراح يصير شيء غريب بناء على كلامه. طبعا للاسف انه ما ورانا ايش راح يطلع وايش راح يصير لنا، لكنه شكله يبغانا نشوفها كمفاجاه، لذلك تعالوا نشوف سويا. طبعا فعلا يا اخوان زي ما شفتوا صار لنا شيء غريب ورد علينا احد، لكن بدون صوت، فقط كان كلام، وقال لنا شكرا على الاتصال، للتأكد واختيار الحجز المتوفر زوروا موقعنا، غير ذلك ما قال اي شيء اخر. فايش نحجز وايش الموقع ما نعرف اطلاقا، لكن صاحب الفيديو ما كذب وفعلا صار لنا شيء غريب لما دقينا على الرقم. ثاني فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وترى يا اخوان الفيديو هذا صادق بنسبة 100%، لكنه في 2017 صادق في 2017، لأنه زمان فعلا كان في مهمة تعطيك 19,000 على كل قتلة زي ما قاعد يقول، والشعب وقتها في 2017 طاح فيها بقوة، ومجموعة كبيرة من اللاعبين طنخوا طنخة كبيرة ومو طبيعية. كان أسهل جلتش في تاريخ جي تي اي أونلاين بأكمله، بل إني أنا شخصيا يا أخوان نزلت رابط أحد المهمات اللي كانت تعطيك 19,000 ظاهر لكم الآن فيديو ذلك. أتوقع أنه ما في أحد منكم قد حضر هذا الفيديو في ذلك الوقت، فنعم يا أخوان الفيديو حقيقي وصادق، واللي تم نشره في التيك توك كذلك صادق بنسبة 100% لكن في 2017. ثالث فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وصاحبه يقول كيف تحصل على الدباب اللي يطير الأوبريسر مارك 2 مجانا. بكل بساطة قال تعالي هذا المكان وبين لنا إياه في الخريطة، فقط روح هناك وداخل الجراج راح تحصل الدباب، خذه ومبروك عليك. اوكي تعالوا نروح للمكان وناخذ دبابنا الخاص. يب يا اخوان فعلا الدباب موجود في المكان، وصراحة ما صدقت ولا راح اصدق، لانه الدباب هذا اصلا حق صاحبي وانا حطيته بنفسي في هذا المكان قبل ما اصور عشان امازحكم. الحقيقة يا اخوان انه كياس بن 60 لذينة، اجل دباب قيمته 4 مليون راح تاخذه بلاش بهذه السهولة وفي هذا المكان وداخل الكراج، والله لو انه الدنيا فوضى. فنعم يا اخوان راعي الفيديو كياس وما عنده سالفة، لا دباب ولا هم يحزنون، لا تروحون، مباشرة راح نعطيه ختم الكيس النهائي على صلعته. رابع فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وصاحبه يقول عندي سر 99% من اللاعبين ما يعرفونه، روح للنايت كلوب وتحديدا الحمام وانت بكرامة راح تحصل هذا الشخص الغريب، كل اللي عليك انك تعطيه $575 وراح يعطيك هذا اللبس السري جدا في جي تي اي اونلاين. اوكي تعالوا نجرب. طبعا الشخص هذا يا اخوان غريب الاطوار فعلا حقيقة، لانه حرفيا قاعد في حمام وقاعد ياخذ فلوس من الحاضرين كإكرامية، امر جدا جدا غريب. طبعا ما علينا، انت تقدر تعطيه $1 فقط، وتقدر تكرر هذا الامر عدة مرات، وتقدر تعطيه $$ الى المالا نهائية، لكن خوينا قال لنا اعطوه 575 وراح يجيكم اللبس. طبعا بعد مرور نص ساعة تقريبا فعلا اعطيته المبلغ المطلوب $575، ولما رحت دولاب المالا
الملابس الخاص بي. لاحظت انه اللبس موجود فعلا حقيقة زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان. فنعم الفيديو حقيقي وصادق بنسبة 100%، لو تبغون اللبس سووه. لكن قبل ما نقفل على هذا الفيديو أسألكم، ايش وضع السيارة اللي ورا؟ ايش السيارة الغريبة جدا هذه؟ اول مرة اشوفها صراحة. خامس فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وفيه بكل غرابة تشوف الشخصية قاعد يصعد ويمشي على الهواء بشكل غريب ومريب جدا. طبعا خوينا ما شرح لنا كيف نسويها نهائيا، لكن انا دورت على الطريقة عشان اختبر الفيديو وإليكم التفاصيل لو تبغون تشوفون الجليتش. طبعا متطلبات الجليتش، اولا لازم يكون عندك خوي في سيرفر ثاني من جي تي اي اونلاين وانت تكون في سيرفر اخر. ثانيا لازم يكون عندك خيار انك تقدر تروح الكايو بوريكو كزيارة. إذا المتطلبات معاك، تعال لعلامة الكايو بوريكو في المطار وانتقل فعلا للحفلة هناك في الكايو بوريكو. لما توصل عليك انك تتوجه للسيارة هذه، وركز معايا هنا، خلي خويك يرسل لك دعوة بمجرد ما توصلك، اقبلها ثم انتظر 5 إلى 7 ثواني، بعدها اضغط السهم يمين عشان يرجعك لوس سانتوس. بعدها راح تظهر لك هذه الشاشة، كل اللي عليك انك تضغط اكس، كذا انت زبطت الجليتش بنسبة 100% زي ما تشوفون. لما ترسبين راح تلاحظ انه شخصيتك قاعد يطفو على الارض، لو طفى فوضعك جدا جدا تمام. عشان تمشي على الهواء كل اللي عليك انك تدور على طلعة كذا خفيفة تعطيك بوست للأعلى، سواء كانت سيارة ولا درج ولا طلعة. في حالتنا هنا راح نسوي زي ما سوى الفيديو، راح نجي للنطة القريبة من المطار ونشوف هل فعلا راح يزبط معانا او لا. ونعم زي ما تشوفون فعلا الجليتش زبط، وقاعدين حرفيا نطلع في السماء وقاعدين نمشي على الهواء بكل سهولة وبكل غرابة زي ما تشوفون. عاد الحين امشي زي ما تبغى ولا همك احد، راح تمشي في الهواء وراح تمشي في السماء وما حد راح يضايقك. فالجليتش نعم يا اخوان بنسبة 100% شغال، والفيديو كذلك صادق بنسبة 100%، لذلك راح نعطيه ختم الصدق النهائي. وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعنا اليوم، وفي شفنا مجموعة من جليتشات تيك توك، وصراحة فيديو اليوم يعني كان مميز انه فيه له مجموعة من الفيديوهات الرهيبة جدا جدا. شاركونا اراكم في خانة التعليقات او منشنوني على حسابي في التيك توك اذا كان عندكم فيديوهات تبغونها تظهر معانا في حلقات قادمة. طيب كده وصلنا معكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.